ضربة مدوية تغلق شريان الحياة. في لحظة واحدة تغيرت حياة الآلاف من الناس. دوت انفجارات عنيفة في جنوب لبنان، غبار كثيف يحجب الرؤية. لم يكن هناك تحذير، فقط دمار مفاجئ. طريق حيوي كان ينبض بالحياة أصبح ركاماً. هذا الطريق كان شرياناً رئيسياً يعبره الناس يومياً، يحملون أحلامهم وأمالهم. ضربة إسرائيلية مباغتة قطعت أوصال الجنوب وحاصرت المدنيين في منطقة ملتهبة. لم يكن هناك مفر، فقط خوف وقلق. هذا الطريق لم يكن مجرد ممر ترابي، كان طريقاً حيوياً يربط بين القرى والمدن، يحمل البضائع والناس. كان شريان حياة يربط القرى الحدودية ببقية البلاد، كان وسيلة للتواصل، للتجارة، وللحياة اليومية. كان شريان أمل للنازحين الفارين من جحيم القصف. كان ملاذاً للذين يبحثون عن الأمان، عن حياة جديدة، بعيداً عن العنف. الآن يسود الصمت وتتصاعد أعمدة الدخان. لم يبق سوى الرماد والدمار وذكريات الطريق الذي كان يوماً ما ينبض بالحياة. في هذا الصمت تتردد أصوات الماضي، تذكرنا بما فقدناه وتحثنا على الأمل في مستقبل أفضل. في وسط هذا الدمار تظهر قوة الإنسان. الناس يساعدون بعضهم البعض، يبنون من جديد ويبحثون عن الأمل في كل زاوية. هذا هو روح الإنسان التي لا تنكسر أمام الصعاب. حتى الأطفال يلعبون بين الأنقاض، يبتسمون ويضحكون. الحياة تستمر رغم كل شيء. هذا هو الأمل الذي لا يموت. جهود إعادة البناء بدأت. العمال يعملون بجد لإصلاح الطريق، لإعادة الحياة إلى ما كانت عليه. هذا هو الأمل في المستقبل، في غد أفضل. ومع غروب الشمس يبدأ يوم جديد، يوما يحمل في طياته الأمل والتفاؤل. هذا هو الطريق إلى المستقبل، طريق مليء بالتحديات ولكنه مليء أيضا بالأمل. طريق الأمل المقطوع. كان هذا الطريق شريان الحياة للجنوب، حيث كان يربط بين المدن والقرى ويتيح للناس التنقل بحرية وأمان. كان هذا الطريق شريان الحياة للجنوب، كان يستخدم لنقل البضائع والمواد الغذائية، وكان يعتبر الطريق الرئيسي للوصول إلى المناطق النائية. كان طريقاً للهروب من جحيم المعارك. كان الناس يفرون من منازلهم حاملين معهم ما يستطيعون حمله، باحثين عن الأمان في أماكن أخرى. كان المنفذ الوحيد للآلاف الفارين من شبح الموت. كان الطريق مزدحماً بالناس، كل منهم يحمل قصته الخاصة، وكل منهم يأمل في العثور على ملاذ آمن. عائلات كثيرة، أطفال وشيوخ، سلكوا هذا الطريق بحثاً عن الأمان. كانوا يسيرون لساعات طويلة، متحملين الصعاب والمخاطر، على أمل الوصول إلى مكان آمن. فرق الإغاثة اعتمدت عليه لنقل المساعدات الطبية والغذائية. كانت القوافل الإنسانية تسير على هذا الطريق محملة بالأدوية والمواد الغذائية لتصل إلى المحتاجين في المناطق المتضررة. اليوم أصبح هذا الطريق مسدوداً. الدمار الذي خلفته الحرب جعل الطريق غير صالح للاستخدام، مما زاد من معاناة الناس. حرم المدنيون من ملاذهم الآمن، أصبحوا عالقين في مناطق النزاع، غير قادرين على الهروب أو الحصول على المساعدات الضرورية. معاناة مضاعفة ونداءات إنسانية. في قلب هذا الصراع، الأطفال هم الأكثر تضرراً. مشاهد الدمار والخراب تملأ الأفق، وأصوات البكاء والاستغاثة لا تتوقف. تتضاعف معاناة المدنيين مع إغلاق الطريق. الوضع الإنساني يتدهور بسرعة. الطرق المغلقة تعيق وصول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للمدنيين. نداءات الاستغاثة ترتفع من بين الأنقاض. في كل زاوية هناك من يصرخ طلباً للمساعدة، وهناك من يبحث عن أحبائه بين الركام. فرق الإغاثة عاجزة عن الوصول إلى العالقين. الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح تواجه تحديات كبيرة، حيث تعيق الحواجز والدمار وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة. المواد الطبية والغذائية لا تصل إلى المحتاجين. الوقت يداهم الجميع. نقص الإمدادات الطبية والغذائية يزيد من معاناة السكان، حيث يواجهون نقصاً حاداً في الأدوية والطعام. كل لحظة تأخير تعني مزيداً من المعاناة.
التأخير في وصول المساعدات يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تزداد الحاجة إلى تدخل سريع وفعال لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. وزير النقل: إعادة فتح الطريق ضرورة حتمية. أكد وزير النقل اللبناني على خطورة الوضع، أطلق نداء عاجلا لإعادة فتح الطريق، شدد على أهمية تأمين ممرات آمنة للمدنيين، وقال إن إغلاق الطريق يعرض حياة المدنيين للخطر. أدى إغلاق الطريق إلى شلل شبه تام في الجنوب، توقفت حركة النقل بشكل شبه كامل. الأسواق بدأت تعاني من نقص في المواد الأساسية، الخبز والوقود والأدوية أصبحت شحيحة. الناس تنتظر في طوابير طويلة للحصول على لقمة العيش. الخوف والقلق يخيم على الجميع. إن إغلاق الطريق الحيوي في جنوب لبنان ليس مجرد حادثة عابرة، إنها أزمة إنسانية تستدعي التحرك الفوري. ندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. ندعو إلى فتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين. إن حياة المدنيين ليست للابتزاز السياسي،